بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم أشكر سعادتك عشان تحت لنا الفرصة نتواصل معاك ونشكي لك يعني ونقول لك على كل المشاكل اللي تواجهنا إحنا في المجتمع. أولا كأنا خريجة يعني أنا الحمد لله أتحت لي الفرصة ويعني أهلي كمان أتحوا لي الفرصة إنه أتعلم وأكمل تعليمي للمرحلة الجامعية، بس في كثير من الطالبات والطلبة اللي تخرجوا من المرحلة الثانوية العامة ما عندهم هذه الفرصة إنهم يكملوا تعليمهم، ممكن من المشاكل المادية ما عندهم الماديات ما تسمح إنهم يسافروا برا، وهنا كمان ما عندنا فرصة إنه نكمل تعليمنا الجامعي. طب ليش إحنا ما نفتح معاهد في نفس المدرسة التشريدية يعني، ونستغل هدول الناس اللي دارسين الطلبة المتخرجين زيي؟ حاليا أنا عاطلة عن العمل، بس أنا أقدر أفيد يعني الطلبة غيري المتخرجين من الثانوية العامة في مجال دراستي. في ناس يعني خارجين برمجة شبكات يعني تقنية معلومات، في ناس إدارة أعمال، في ناس إدارة قسم صحي، في ناس لغات. ليش إحنا ما نفتح معهد حتى لو بعد العصر يعني يبدأ من المغرب للعشاء أو من بعد العصر للناس اللي متوظفين يقدروا إنهم يساهموا بساعتين في اليوم يعني، فنقدر يعني نساعد الطلبة اللي في مرحلة ثانوية حتى نجهزهم للمرحلة التالية يعني حتى لين ما توصل مرحلة إنه يكملوا دراساتهم الجامعية يكونوا جاهزين من ناحية اللغة، هم يكون عندهم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، من ناحية الحاسب الآلي بيكونوا ما شاء الله يعني خلاص اجتازوا المرحلة هذه ويقدروا يستخدموا الحاسب الآلي في كل المجالات، من ناحية إدارة الأعمال يعرفوا إدارة الأعمال يعني إيه تسويق، يعني إيه موارد بشرية، يعني إيه تسويق وموارد بشرية، إدارة مشروعات، كل التخصصات هذه يعني. شكراً.